وانا غير رمضان الخير. الشجاير عندنا ما تحت زيادة غير اني ابتدي اغير من طبعي واخدم مجتمعي واصعد للقمة بالامل. بالشراكة مع أكاديمية دلة للعمل التطوعي. تحية لكم أعزائي المستمعين وما كنتم من جديد مستمعين الكرام. طبعا كان أمس أول ما بدأنا بأولى حملات مبادرون واللي تقدمها إذاعة MBC FM بشراكة مع أكاديمية دلة للعمل التطوعي تحت شعار أنا قادر أكون مبادر للعام الثاني على التوالي. مبادرتنا اليوم آمنة جدا جدا مهمة. عن إيش تتكلم؟ طبعا هي تلامس السكن أساسي من أركان الإسلام الخمسة. مبادرة جدا بسيطة بإمكان أي شخص يسمعنا الحين يقوم فيها كبير وصغير، لكن أجرها كثير عظيم عند رب العباد. ولو كان كل شخص منا تحمل مسؤوليته ما كان نحتاج للناس تقوم بهذه المبادرة. طب خلينا نسمع تقرير الزميل بدر سليمان ونرجع مع مراسلينا. لتكونوا جزءا من المبادرات شاركونا على هاشتاغ مبادرون وتابعونا في تويتر على MBC_FM ودلة أكاديمي. قد ينشغل الأب في عمله فيهمل نظافة شكله، وقد تنشغل الأم مع أبنائها فتهمل نظافة بيتها، وقد ينشغل الشاب في دراسته فيهمل نظافة سيارته، وقد ينشغل الموظف في معاملاته فيهمل نظافة مكتبه، وقد ننشغل وننشغل فنهمل أكثر وأكثر. وهو ليس استخفافا في النظافة ولا حبا للقذارة، لكن هي أشغال حكمت عليك أن تظهر بهذا المنظر المزعج. لكن هنالك مواضع مهما بلغ منك ضيق الوقت ما بلغ وأخذ التعب ما أخذ، لابد أن نعطيها حقها في الاهتمام وأن نجعل غاية آمالنا خدمتها. المسجد، الجامع، المصلى، كلها مسميات تحمل في داخلها معنى عظيم وتجسد شعيرة من أعظم الشعائر وأهمها في الدين الإسلامي، لسيما أن بقعة كهذه هي أساس الصلة بين العبد وربه ومحضن التفكر والتأمل والخضوع والتذلل. فإذا أهملناها ولم نهتم بهذه البقاع فبماذا عسانا أن نهتم؟ وفي الحديث عن ابن عباس أن امرأة كانت تلقط القذى من المسجد فتوفيت، فلم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بدفنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات فيكم ميت فأذنوني وصلى عليها، وقال: إني رأيتها في الجنة لما كانت تلقط القذى من المسجد. وهذا إن دل يدل على عظم وفضل الاهتمام بالمساجد ونظافتها. وعليه قام شباب مبادرون باختيار مبادرة خدمة بيوت الله لتفعيل دورهم تجاهها، معترفين بأن هذا العمل ليس حكرا على العاملين بل هو واجب على الجميع، متمسكين بشعار أنا قادر أكون مبادر ونحن معكم سنرافقهم لنعلم خبايا هذه المهمة. لتكونوا جزءا من المبادرات شاركونا على هاشتاغ مبادرون وتابعونا في تويتر على MBC_FM ودلة أكاديمي. شكرا لك بدر على هالتقرير الجميل. وخلينا عن طريق مراسلين ناخذ معنا بدر أسامة العسامي. مرحبا أسامة. أنا يا أسامة. أسامة
أسامة. طيب بنرجع لأسامة، مين معك أمون؟ معاي خالد. المرحبا يا خالد. أهلا وسهلا، يا مرحبا. يا مرحبا خالد، معنا من الشرقية. خالد، كيف المسجد اللي أنت فيه ووضع الفريق؟ الله يعطيكم العافية. اليوم حنا في مسجد السواكت في وسط الخبر. المسجد يتميز أنه في وسط السوق ومرتدي كثير، فاليوم ما اقتصرنا على العمل في الشباب، حتى القسم النسائي الشابات من الشابات من فريق مبادرون، بالإضافة إلى فريق تدفق المتخصص في المساجد وترميم المساجد. وعلى فكرة فريق تدفق هذا هو فريق نسائي بقيادة الدكتورة نجاح القرعاوي. فكرة الفريق هذا أنه هو ينسق مع عاملين الخير بحيث أنهم يرممون المساجد القديمة. اليوم حنا باستضافتهم بمشاركة متطوعيننا، بحيث أننا نقوم بعمل بسيط، ما هو بس تنظيف وترتيب، بالعكس إضافة لمسات جمالية لهذا المسجد ولغيره من المساجد اللي راح نشارك فيها اليوم. الآن المتطوعين تقريبا وصل عددهم إلى أكثر من 10 متطوعين من الشباب والنساء، ما شاء الله تبارك الله، يتكلمون من جهة النساء أنه وصل عددهم أكثر من 6 أخوات موجودات في الشباب. نعم، والعمل الخيري ما يقتصر على الشباب فكرا، حتى على النساء، حتى على المجتمع. نعم، عندنا الفئة السنية الآن عندنا من 17 سنة إلى 34 إلى 35 سنة، معنا فريق متواجدين، كلهم متواجدين اليوم. يعطيك العافية يا خالد، نستمر معاك إن شاء الله. الجميل أن هذه المبادرة اسمها خدمة بيوت الله المسجد. نشوف للأسف كثير ناس مقصين من هالناحية، بس الحمد لله عندنا شباب وشابات كبار صغار بدوا بهالمبادرة ويعطونا جميل في الشهر الفضيل. تقدر لما تدخل المسجد أنت نفسك الشيء اللي طاح منك، المنديل، علبة الموية، تقدر تاخذها معك وتحطها بمكانها بعد استخدامها. يلا نروح يا جدة مع أسامة. مرحبا يا أسامة. يا مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أسامة، كل عام وأنت بخير يا أسامة. وأنت بصحة وسلامة. الله يسلمك. على فكرة أنتم مشاركين معنا، ترى أنتم تعتبروا من أعلى المبادرين اللي تتوصلوا أفكارنا وصوتنا للجميع. الله يسلمك، لنا الشرف طبعا. أسامة، أنت الآن قولي وينك الحين وكيف وضع المساجد اللي أنت فيه؟ ممتاز، الآن إحنا في مسجد باسمح في البلد. أمانة الحمد لله، لما تجي تبغى تحاول أنك أنت تشوف مسجد عشان تهتم فيه تتعب، لأنه الاهتمام الحمد لله موجود في المساجد وبالذات في رمضان. فإذا جيت تبغى تدور على مسجد داخل البلد، نادرا ما تلقى مسجد يستاهل أنك تسوي فيه تغيير كبير. اليوم ما وقع اختيارنا على مسجد باسمح، مسجد باسمح هو في البلد موقع الاستراتيجي، بحكم أنه عنده عمالة كثير ومحلات كثير، فدائما يحتاج نظافة وتجديد. رجال مبادرون، شباب مبادرون موجودون. الآن إحنا في التعاون مع جمعية الكشافة، الأستاذ ممدوح، الأستاذ محمد معانا، وإن شاء الله في الطلعة الثانية راح نتقابل معاهم وراح نقول لكم إيش اللي صار. طيب شكراً يا أسامة، يعطيكم العافية. مستمعينا مستمرين معاكم في حملة مبادرون اللي هي خدمة بيوت المسجد، وطبعاً راح نرجع لكم بعد شوي مع اسم الفائز في حقيبة MBC FM. كونوا على الموعد. حوانا خير، رمضان الخير. MBC FM في رمضان على MBC FM. يا هلا فيكم مستمعينا، رجعنا الى حقيبة MBC FM، رجعنا ومعانا الفايز. طبعا احنا عودناكم في ساعتنا الاخيرة بنطلع نقولكم انه راح نقول اسم الفايز بالاضافة لمبادرون، وبعدها يكون اخر طلع لنا في الحقيبة عشان نقول فيها اسم الفائز عشان الناس اللي قاعدة تتصل. اللي فائز معنا امنة نواف محمد القرشي، الف مبروك يا نواف. ربح معنا 1000 ريال مقدمة من مكرونة بيرفكتو، بالإضافة دخل معنا السحب على تويوتا يارس نهاية شهر رمضان الفضيل. طبعا نواف فاز ب1000 ريال مقدمة، حتى الباقيين راح يدخلون معنا اللي مربحوا معنا من مكرونة بيرفكتو. لكن الأشخاص اللي جاوبوا معنا اليوم بطريقة صحيحة ما خسروا معنا، لأن اسمهم already ترشح للسحب على سيارة تويوتا. إذا مستمعينا راح نرجع إلى مبادرون مع خدمة تنظيف المساجد.
المبادرات شاركونا على هاشتاج مبادرون وتابعونا في تويتر على MBC_FM ودلة أكاديمي. أعزائي المستمعين وما كنتوا من جديد، خلينا نرحب بياسر الدهام زميلنا في جدة ونشوف الأجواء معه في مبادرون. مرحبا يا ياسر. ألو ياسر، معنا بالرياض. ياسر الرياض. طيب في جدة. في كل أنحاء المملكة مبادرون اليوم موجودة أكيد في كافة أنحاء المملكة. اليوم مبادرة أكيد آمنة ورضوة مختلفة، مبادرة نقدر نقول أنها يمكن فريدة من نوعها لخدمة أكيد بيوت الله سبحانه وتعالى. حنا اليوم اخترنا طريق القصيم في مدينة الرياض بحكم أنها المساجد اللي يكون عليها الاهتمام يكون أقل لأنها خارج المدينة، فاهتمامنا حنا اليوم خصصنا هذه المبادرة أنها تكون تنظيف المساجد بتكون إن شاء الله في طريق القصيم. حددنا أول المساجد على طريق القصيم، الشباب الآن بدوا بالمبادرة من الآن، يعني ما شاء الله انقسم منهم مجموعة دخلت يعني دورات المياه، عزكم الله جميعا والمستمعين في تنظيف دورات المياه، وفي الفئة الثانية الله يعطيهم الصحة والعافية دخلوا المسجد قاعدين ينظفون السجاد وقاعدين يعطرون برضه وقاعدين ينظفون الجزاز اللي جوا. ما شاء الله ما شاء الله، الله يعطيهم العافية. ياسر راح نكمل معاك إن شاء الله طلعتنا الثانية ناخذ أكثر تفاصيل. الحين ننتقل إلى الجيزان ومعانا ياسر بن محفوظ. ألو مرحبا. ألو مرحبا، يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا ياسر، كيف الحال المسجد عندك؟ والله الحمد لله، احنا الان في محافظه من محافظات جيزان اسمها الضبية، تبعد عن جيزان تقريبا نص ساعه كده، زي قريه صغيره ففيها احد المساجد، يعني كان باقي له بعض الاشياء في التنظيف، فبادروا شباب المنطقه ما شاء الله عليهم والشباب المتطوعين في تنظيف المسجد. معنا هنا احد مشرفين الشباب، مشرفين الفرقه التطوعيه اللي في المنطقه، فالاستاذ علي الجابري ممكن يقول لنا كيف الطريقه ومراحل تنظيف المسجد، كيف الخطوات اللي بداوا فيها. الو مرحبا. هلا والله، اهلا وسهلا. تفضل. الله يسلمك ان شاء الله. تفضل تشرح لنا الاوضاع اللي عندكم. والله في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم، بدات اعمال النظافه في المسجد هذا على ثلاث خطوات. ابتدينا بنظافه دوره المياه كمرحله اولى. الله يعطيكم العافيه. ايوه، ومن ثم المرحله الثانيه كانت داخل المسجد وهي صيانه بعض المرافق داخل المسجد. وتنظيف السجاد وبعض الترتيبات والمساهمة في إعطاء جو روحاني للمصلين في هذا الشهر الكريم. هذا المطلوب صحيح. شكرا ياسر، رح نستمر معاك إن شاء الله طلعتنا ناخذ أكثر بالتفصيل. مستمعينا فاصل قصير وراجعين لكم من جديد. حوانا غير رمضان الخير. جزءا من المبادرات شاركونا على هاشتاج مبادرون وتابعونا في تويتر على MBC_FM ودلة أكاديمي. أهلا فيكم مستمعينا من جديد، وإلى حملة مبادرون اللي تقدمها إذاعة MBC FM بالشراكة مع أكاديمية دلل العمل التطوعي تحت شعار أنا قادر أكون مبادر. معانا أسامة. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، يا مرحبا، حياكم الله. الله يحييك. إحنا الآن في نص المسجد، مبادرون ما شاء الله تبارك الله شغالين معانا. تمام أسامة، كيف الوضع عندكم؟ جمعيتك الشافة متعاونين معانا ولهم جهود كبيرة، قسمنا المسجد قسمين الآن بحيث أن يكون قسم السلم المبادرون وقسم جمعية الشافة بحيث يكون شيء من المنافسة الجميلة بينهم. الشباب الآن شغالين، بدأوا بمسك الرصوف أول بأول بتنظيفها وتنسيحها وتلميعها، ترتيب المصاحف، ترتيب الكراسي بالطريقة المفضلة، حتى معاونة بعض
الموجودين في المسجد من احتياجات خاصة لهم. ومعانا الآن الأستاذ ممدوح. الأستاذ ممدوح هو رئيس الشافة. الله يسعد مساك أستاذ ممدوح. أهلا وسهلا الأستاذ. وأهلا وسهلا. الله يعطيكم الصحة والعافية، كان لكم جهد اليوم، شاركتونا معكم، كلمنا عن مبادرة اليوم. الله يبارك فيكم. إحنا اللي سعيدين، إحنا جمعية مراكز الأحياء بجدة، وإحنا مشروع كشافة الحي نهدف لخدمة أحياء جدة بما نستطيع بحسب التوقيت بحسب الزمان بحسب المكان. اليوم جينا في جامع باسمح البلد، جامع يرتاد عدد كبير تواجد في أسواق المسجد، يعني فيه أكثر من جماعة لكثرة الناس اللي حوالينه، صلى فيه الفريضة أكثر من مرة، وقمنا ببعض الأعمال العناية والنظافة والترتيب. الله يعطيك العافية أستاذ ممدوح. من المنظر هنا الآن جميل ما شاء الله تبارك الله، الكل متآخي في خدمة هذا المسجد العظيم. أسامة يعطيك العافية. ننتقل إلى الشرقية إلى خالد. أنا مرحبا يا خالد. خالد أيوة معك رجاء العمودي من فريق مبادرون. من فريق مبادرون من الشرقية. تمام. يا هلا يا رجاء. أهلا سهلا. إحنا الحين قاعدين نشتغل على تنظيف تنظيف المسجد وترتيبه. أخذنا قياسات، في وعد معنا واحدة من المتطوعات بس بندخلها بس الأشياء اللي قمت فيها مع كوان وخبرة. حلو يلا. السلام عليكم. أهلا يا روان. أعطينا الأوضاع وكيف شعورك إنك أنت تكوني من ضمن المبادرين وهل أول مرة الحملة؟ أها صراحة أول مرة أسوي مبادرة تطوعية، شعور جدا جميل. فالأشياء اللي قمنا فيها صيانة الحمامات، وكمان جرينا الحمامات، حطينا معقلات، ركبنا سيراميك ودهنا الجدران، ما شاء الله. سوينا درع داخلي وخارجي، حطينا دراتين جديدتين، وسوينا صيانة لبلاد جديدة، ما شاء الله. وكمان تنظيف صحي للمصلين، الحين البنات قائمين على التكنيك. ما شاء الله جميل. وطبعا تساوي أكثر على الكل شكرا يا بنات الشرقية، يعطيكم العافية. شكرا لك، يعطيك العافية. ما شاء الله عليهم، دهنوا الجدران وحطوا السيراميك، يعني جهود كثيرة عالية، والله يعطيهم العافية ويكرموا إن شاء الله. غسلوا كمان ترميم يعني. طيب إذا مستمعينا مستمرين معاكم، وراح ننتقل بعدين إلى الجيزان وبعد الرياض. حوانا غير رمضان الخير. لتكونوا جزءا من المبادرات شاركونا على هاشتاغ مبادرون، وتابعونا في تويتر على MBC_FM ودلة أكاديمي. تحية لكم أعزائي المستمعين، وما كنتم من جديد، وما زلنا في مبادرون. وخلينا نرحب بالزميل ياسر الدهام في الرياض ونقول له مرحبا يا ياسر للمرة الثانية. ألو ياسر. ألو ياسر المحفوظ من جيزان. من جيزان. هلا فيك. تعتذر. تفضل. يمكن ان ياسر عشان الاسماء متشابهه. طيب تفضل استاذ ياسر. طبعا احنا في محافظه الطبي الان زي ما ذكرنا في الفقره الاول. معانا واحد من المتطوعين اسمه جهاد، من اهل شباب المنطقه شباب المحافظه، هو الان بيبادر بخدمه المسجد. ليش بتخدم المسجد يا جهاد؟ ايش احساسك وانت بتخدم المسجد وانت بتخدم منطقتك وتتطوع لمنطقتك؟ والله احساس صراحه الحمد لله انا سعيد. اول شيء خدمه بيت الله الحرام فيها كثير من الاجر، وخدمه كذلك المسلمين الاخرين في الخدمه، فانا عامل ذلك اصغاء مرضات الجنه لله الحمد. تشعر بالسعاده؟ اللهم لك الحمد. نقدر نقول ان المتطوع عندما يتطوع يقدم للمجتمع تعود له الطاقه الايجابيه؟ فعلا قلنا الطاقه الايجابيه تشعر بالسعاده. جميل جدا، تحفز شباب منطقتك لخدمه منطقتهم. طيب. نعم بأقل جهد ممكن صح؟ نعم أي جهد تقدر تسويه ينفعك ويعود عليك بطاقة إيجابية وينفع أيضا المسلمين. حلو ياسر. الله يعطيك. أيوة. ياسر أبي أعرف إيش اللي حرصتوا عليه أكثر شيء في المسجد؟ أكثر شيء حرصتوا على تنظيفه؟ إحنا كنا حاطين على نظافة التواليب تبع المصاحف. المسجد اللي كيف الموكيت والسجاد بينظف باستمرار من قبل العمال. طيب. والحمامات ممكن بتنظف، ولكن دواليب المصاحف ممكن ما يدققوا في تفاصيل صغيره فيها. صحيح. في الغبار
والأماكن الصغيرة اللي فيها الغبار موجود وتنظيف المصاحف، المصاحف القديمة وبعض المصاحف التالفة، فهذا تنظيمها وترتيبها يعني يحتاج عناية دقيقة جدا من هذا. ياسر يعطيك العافية. من ياسر بن محفوظ لياسر الدهام في الرياض. مرحبا ياسر. أهلا وسهلا فيكم مامنا ورضوا من جديد، ومسي أكيد على كل من يسمعنا عبر أثير بي سي اف ام في حملة مبادرون على بي سي اف ام بالشراكة مع أكاديمية للعمل التطوعي. الآن الشباب يمكن ما شاء الله عليهم أنجزوا جزء من المطلوب في هذه المبادرة، مبادرة تنظيف المساجد. راح ناخذ معنا ضيف لطيف جدا الأستاذ محمد الشهري، أحد المتطوعين معنا اليوم. محمد بالبداية نقول حياك الله. أهلا وسهلا. محمد اليوم ممكن في هذه المبادرة تنظيف المساجد، كيف أول شيء يعني شفت ردة فعل الناس اللي المصلين اليوم في المسجد؟ أول شيء أمسي عليكم، أمسي على المستمعين الكرام. طبعا في المبادرة حاولنا ناخذ نشوف الأماكن اللي الاهتمام فيها قليل من ناحية النظافة، من ناحية الصيانة، استلمنا المكان. أول ما جينا حتى أهل المسجد يعني استغربوا أنه جيت كذا، لكن بعد ما شافوا الشغل، شافوا النظافة، شافوا الترتيب، دعواتهم بس تعتبر زي الوسام لنا على طول. جميل، هذا هو المطلوب. طيب ايش كان اكثر شيء مركزين انتم عليه اليوم في هذه المبادره؟ والله شوف، حاولنا النظافه امرها سهل، لكن كنا نحاول نركز على الصيانه، الاشياء الكهربائيات. يعني حاولنا نجيب معنا احد الكهربائيين يشوف مثلا المراوح، المكيفات، اللمبات، المايك، حتى السباكه وانت الكرامه بدوره المياه حاولنا نمشي يكون عليها، لان النظافه في الاخير اول والاخير امرها سهل، لكن المشكله في الاشياء اللي لها استخدامها استهلاك اكثر. طيب محمد، كلمه اخيره توجهها للمستمعين. صراحه نحتاج دعواتهم وتجربه هذا العمل خاصه مع اكاديميه دله، انه صراحه تجربه كانت جميله بالنسبه لي. الله يعطيكم العافيه، ان شاء الله نتمنى لكم يا رب كل التوفيق. اعود لكم بالكلمه رضوى وامل. تفضل. الله يقويكم يا رب. اذا وصلنا لنهايه حلقات مبادرون للسنه الثانيه على التوالي، تقدم اذاعه MBC FM بالشراكه مع اكاديميه دله للعمل التطوعي تحت شعار انا قادر اكون مبادر. طبعا يا ليت كل شخص يسمعنا يروح اقرب مسجد لبيتهم ويبدا في النظافه، لينتظر احد يطلب منا المساعده في تنظيف بيت الله، لانه من اخرج اذى من مسجد بني الله له بيتا في الجنه. وبكذا نكون انتهينا. لكم اعزائي المستمعين، بكره ان شاء الله راح نلتقي بنفس الوقت وبنفس الموعد. كانت معاكم رضوى مزين وامنه الحسن، وراح تكون المبادره بكره تحت عنوان مبادرون لاماطه الاذى. تضيء الكون معك اقرب لله نكون، يا شهر المغفرة والخير نحاول كيف نصبح غير، ونتجنب خطأ وتقصير، ونتلون بأجمل لون. تضيء شهر الصوم والإحسان والطاعات والقرآن، بك ليلة يتحراها، يا شهر الخير كل إنسان تضيء الكون. يا شهر الصوم والإحسان.